فرح يا حبيبتي، احنا هنبقى متجوزين. فاهمة يعني ايه اتنين متجوزين ولا لسه ما وصلتش؟ لا يا طارق، 3 ايام بس مش كفايه طبعا. ما احنا لو هنقعد عند ماجده 3 ايام اجرنا بيت، ليه ما كنا عايشنا معاها؟ طب تصدق فكره حلوه. بس يا ماما بس. طيب طارق، انا في حاجه كنت عايزاها ضروري بكره. خير؟ عايزه جلوب. عايزه ايه؟ جلوب يا طارق، جلوب اللي هو الكوره اللي بيبقى فيها عريس وعروسه، تقلبها ينزل عليهم تلج بقى وحاجات بتلمع وكده. استنى هبعت لك صورتها. بجد يا فرح؟ بجد هو ده طموحك واحلامك في ليله دخلتك في فرحك؟ يا طارق بجد ما تهزرش، انا نفسي فيها من زمان. حاضر، هجيب لك جلوب. وحاجه كمان. ها؟ عايزك تكتب لي جواب وانا اكتب لك جواب ونقراهم تاني يوم الصبح. ده انا هكتب لك حته جواب. بطل تريقه لو سمحت. على فكره انا ما بتريقش يا فرح، انا هكتب جواب اقول ان انا محظوظ جدا اني هصحى كل يوم الاقي فرح نايمه جنبي. طيب تعالى نرجع للستة القواعد. شفتي بقى اتأثرت اهو. صح ماشي، اعتبري ده جواب يا ستي. لا بس هتكتب برضو غيره. حاضر هكتب. طب بالنسبة بقى لنمرة 20، عشان دي خطوة مهمة جدا. امتى هنخلف تاني؟ مش عارفة، خلينا افكر. حبهم زي ما هو بالظبط، ما تأثرش كأنهم لسه متقابلين امبارح.